قد سألت السبت الماضي عمن تنازل عن حقه من الورثة بشكل غير رسمي، هل له شيء بعد مرور السنين على هذا التنازل؟ الأستاذ مصطفى، إذا كان هذا التنازل يعني تنازلا عن طيب نفس وتحققت فيه شروطه فهو تنازل صحيح شرعا ويعتد به ولا يجوز الرجوع فيه. ومسألة رسمي أو غير رسمي، مسألة التوثيق هذه إنما هي لحفظ الحقوق من التناكر، يعني عشان محدش يجي ينكر بعد كده، لكن مش التنازل ما يعتدش بيه إلا لما يكون رسمي، لا مش كده، ده هو يعتد بيه بمجرد التلفظ بيه بشروطه، إن هو يكون صادر عن أهلية كاملة، وأن يكون المتنازل عالما بما يتنازل عنه، مختارا فيما في هذا التنازل، فيلزمه هذا التنازل حينئذ. وموضوع التوثيق بعد ذلك إنما هو لحفظ الحقوق، فإذا حصل وتنازل فعلا ليس له الرجوع في هذا التنازل. أما إذا كان قال كلمة هكذا من غير أن تدل على التنازل أو يقصد بها التنازل، فهذه مسألة تحتاج إلى مزيد من التحقيق والبحث. وفي هذه الحالة يعني نستحسن أن يأتي الأطراف إلى دار الإفتاء المصرية لنسمع منهم، ثم يتبين هل هذا تنازل يعتد به شرعا أم لا.